يعني لون القهوه، لانه يصير في دايجستنج بعد اسيديتي اوف الاستومك، فيتغير لونه من لون ريد الى لون اللي هو البابيكام. سيكوب مياكا معناته اذا هل هو سيكوب كمان؟ لا مو كمان. ولهذا لما نيجي نسوي اسسمنت للمريض نشوف اي مريض عنده ديهايدريشن او عنده فلويد لوس او بليدنج، اللي يهمنا هو نشوف اذا اكو اني ايفيدنس اوف بوستيرال دروب. يعني انت مثلا مريض طالع من العمليه ها وما تدري بيه وضعه زين او مو زين، ها شو تقدر تعرفه؟ قيس ضغطه، قيس الدم، قيس ضغطه هو نايم ما يكفي، لازم ايضا هو قاعد او واقف حتى تشوف اكو بوستيرال هايبوتنشن او بوستيرال ديفنس او بوستيرال دروب. فاذا نشوف انه سينكوب ماي اكر، هذا طبعا اذا كان النزف شديد. اذا زد كمان نو تز نوت كمان اكيد. سيمبتوم اوف انيميا سجست كرونيك بليدنج، يعني الانيميا عاده ما تبين كثير. ليش؟ لان احنا عندنا لوس، يصير عندنا لوس راح يصير فقدان بالار بي سيز وبالبلازما او بالسيرم، فبالتالي المحصله يطلع نورمال ريدنج. يعني في البدايه البي سي دي نورمال حتى لو كنت بليدنج سيجنفكت بليدنج. ليش؟ لان انت اذا تخسر الجهتين فبتاخذ نسبه تناسب تطلع نسبه البي سي بي نورمال، لكن بعدين من يمكن يصير ديليوشن يبين نقص الار بي سي، لانه فوليوم بسيط انت تنقل فلويد وهو الجسم يبدا يسوي ريتنشن للفلويد حتى يحافظ على الفوليوم، وبالتالي نشوف انه بالايرلي ستيج انيميا از نوت ا سمبتوم بس انيميا انديكيت كرونيك بروبلم. اللي هو شنو مالينا؟ يعني باسج اوف بلاك تاري ستول. والتاري شنو معناته تاري؟ معناته لون الجير، الجير تمام؟ تاري ستول. وهذا طبعا مثل ما قلنا انه سواء كان الكافيجرام او التاري ستول هو نتيجه الالتريشن اوف ذا ار بي سيز باي ذا اسيديتي اوف ذا ستون. هل من الممكن انه المريض بدل ما يطلع على شكل مالينا يطلع برايد ستول؟ هذا اذا كان السبب هو ابر جايتي معناته اكو ماسل او سيفير بليدنج، وهذا نسميه شو نسميه مصطلح هيماتوكيزيا. سيفير ابر اكيوت جايتي هونج كان سم تايم كوز مارون اور مثل ما قلنا اذا سيفير ابر جايتي بليدنج ممكن يكون ايضا لونه الخروج ريد. المريض شلون نقدر اول ما نشوف انه المريض عنده ايفيدنس اوف ديجاستيك بين، عنده مالينا، عنده هيماتوميسيس، عنده ايفيدنس اوف على عنده سنكوكر، المريض عاده اول شيء راح نسوي هو انترافينوس اكسس لارج فور كانيولا. ليش نسوي انترافينوس اكسس؟ لانه المريض احتمال يباص انتو اشوك ستيت، لان اذا هو باص انتو اشوك ستيت بالتالي صعب انه انت بعد تلقى فين وتدخل كانيولا، معناته تحتاج الى ان تسوي ما يسمى بالبنسمشن، يعني تقص الوريد وتدخل كانيولا. اوكي، فالافضل اي مريض تتوقع انه عنده مشكله تتوقع فالافضل انه تخلي شنو هو كانيولا كبيره، وممكن تخلي اكثر من كانيولا بس على الاقل اكو كانيولا او اكثر اللي هي تكون حجم كبير وايد فور كانيولا. فتبدي عمليه المانجمنت تبدا مع الانفستيجيشن، يعني انت يكون عملك بالارجنسي متساوي، يعني انت تشوف الانفستيجيشن بنفس الوقت اللي فتشيك فور فول بلاد كاونت، راح نشوف اذا المريض عنده مشكله بالدم قد يكون يطلع عنده مثلا لوكيميا، فاذا فول بلاد كاونت راح يبين اذا اكو بلاد ديسكوردرز. روتين بايو كيمستري، يعني شنو روتين بايو كيمستري؟ ما هي علاقتها روتين بايو كيمستري؟ نسوي بها يعني نقول روتين بايو كيمستري يعني مثلا كدني فانكشن، ليفر فانكشن،
الليفر فانكشن تمام. اذا هذه كلها نسمي بايوكيمستري. اللي اذا عنده رينال فيلر مثلا ممكن يصير عنده ايفيدنس اوف بليدنج، او مريض عنده هيباتيك فيلر ممكن ايضا يصير عنده بليدنج. فاحنا اذا نسوي بروتين بايوكيمستري نحضر كروس ماتش بلاد. ايش قد يعني نحضر؟ كم قلب إذا مريض يشوفه يعني significant at least bad initial clinical assessment راح تبدا تقيم وضع المريض وتقيم إنه في نفس الوقت اللي أنت تسوي تقييم وتسوي تحاليل تبدا أيضا نفس اللحظة management ولا ترابينو سكسس ويعتبر management. circulatory status إيش راح تباوع؟ أي هايبوبولي شو تدور؟ يعني علامات مال هايبوبوليميا نشوف اذا المريض عنده تاكيكارديا هي العلامه الاولى، اول علامه تبين للهايبوبوليميا هي التاكيكارديا. هايبوتنشن قلنا الهايبوتنشن ضروري ان يكون شنو هو بوستورال هايبوتنشن، مو فقط تقيس الضغط في وضع مريح، لا وضع ستاندينج ووضع الافلام او السوبر. فشوف انه الهايبوتنشن بوليكيوريا تبدا اليورين اوت تقل، بولتنس فيليبس انتريتي شوف الاطراف وارده، سويتنج احيانا واحيانا توصل مرحله النيورولوجيكال مانفستيشن ان فورم اوف ايجيتيشن. واضح؟ نشوف انه ايفيدنس اوف ليفر ديزيز ندور اذا اكو علامات مال ليفر ديزيز. احنا دائما من نسوي مانجمنت نحاول نقسم المريض، هل هذا هو فاريسيال أو نن باريسيا، يعني هل هذا هو هيباتيك لو نن هيباتيك. هو العلاج تقريبا متماثل مع اختلافات بسيطة. فإيفيدنس أوف ليفر ديزيز مثلا جوندس، أو إذا أكو إيفيدنس أوف كوتينيوس استيغماتا هيباتوسكينوميكاليا أنسايتس. نشوف أيضا أثناء الأسسمنت أيدنتيفاي شنو هو الكوموربيديتيز، يعني هل هذا المريض هاي شنو اهميته بالروكال سكور، يعني شنو المريض هذا هل هو يعني الاسسمنت مالته وضعه كريتيكال او لا. نشوف كارديو ريسبيرتوري هل عنده مشكله مثلا هارت فيلر ريسبيرتوري فيلر مثلا هو سموكر اذا كارديو ريسبيرتوري سيربرو ماسكولار ورينال ديزيز. هذه شنو؟ هذه اولا ما يصير المريض عنده بليدنج راح يصير فيها وورسنينج، ثانيا بالمانجمنت راح ايضا نلاقي بعض الصعوبات. مثلا مريض نريد نسوي له او جي دي، اذا هو عنده مثلا خلينا نقول كارديو ريسبيرتوري احتمال صعب انه يسوي او جي دي. اذا هذه راح تتاثر بالبليدنج، في نفس الوقت راح تاثر على طبيعه المانجمنت. نلاحظ انه هذا هو بروتوكول سكورينج سيستم، نلاحظ انه يبدا من 0 الى 11، اذا كان السكور اقل من 3 جود بروجنوسيس، واذا كان اكثر من 8 ايضا باد بروجنوسيس، اقل من 3 هو اكثر من 8. البارامترز شنو اللي ناخذها؟ بارامترز هو العمر، الشوك ستيت هل المريض وضعه شوك، الشوك ستيت هنا درجات، يعني مثلا المريض واول حالاته اللي هي مثلا الفالصه 100% والدرجات اكثر من 100. هذا شيء جيد، الفالصه قد والدرجات اعلى من 100. اذا هذا اللي هي صح نحتاج فيه شوك، بس احنا يعني الدرجه مال الشوك شوك ستيب، او الفالص اكثر من 100 والدرجات جسمه اكثر من اكثر من 100، فالس اكثر من 100، يعني شوف الفالس اكثر اكثر سنسيف. تعرف شلون؟ يعني اول شيء قلنا الفالس اقل من 100 بلاد برجر اكثر من 100، انه صار الفالس اكثر من 100 بلاد برجر اكثر من 100. كل ما عالي احسن. طبعا عالي لا العالي قال واضح شلون 100 تمام؟ الباص ستيج 2 باص اكثر من 100 وبلد برجر اقل من 100، يعني اثنيناتهم سيئة.
الاندوسكوب هسه انت تقول مثلا شو دخلنا الاندوسكوب هسه راح نشوف انه الاندوسكوب هذا نسويه خلال 24 ساعه بس يكون وضعه كثير ستيبل ولهذا ايضا نقدر ندخله ضمن البروكالسكوب الاندوسكوب احنا نسوي اندوسكوب ممكن ماكو شيء مجرد داتوسكوب يعني هول اللي سبوت معناته حديد لكن اذا شفتها بلود او يعني دوتات بلود دوت او فيزيبل ايضا الدايجنوسيس هو شنو السبب؟ هل تعتقد مثلا المريض عنده مالري ويز سندروم او ما عنده ماركت باثولوجي نقدر نخليها من زيرو؟ اول هذا الدايجنوسيس عدم الملجنسي نعطي نمبر 1 ملجنسي نمبر 2 وهذه مثل ملخص للفوكال سكور اذا كان اقل من ثلاثه يعني يحتاج الى سيرجري وسنتين احتياج
بسيط انه ريستور ذا سيركيليشن، لكن نقدر نستخدم شنو هو كريستالويد او كولويد، لكن هنا يفضل ايضا استخدام البلازما او البلاد، لانه المريض راح يستفاد اكثر باعتبار انه الكبد عمله ضعيف، نحتاج الى الكلوتنج فاكتورز يعني كفوليوم زائدا العناصر الموجوده في الفوليوم. فاين رايك؟ لهذا نريد نفهم
معناه 50 كالسر؟ يعني يا مريض نقول هذا 50 كالسر هذا مو 50 كالسر. يا هو تمام؟ احنا اللي نعرفه 50 كالسر شنو؟ جاستريك واليونينا اكوادركوزس هنا. فابيديميولوجيكال كاركترستيك يعني شلون يتوزع ال 50 كالسر ايش بالعالم؟ Understanding of the pathophysiology يعني ما هو السبب ليش عندنا 50 كالسر؟ هسه نعرف ال H pylori تمام؟ السبب الرئيسي راح نبي ننتهي بشكل دقيق وبالاضافه الى مثلا the presentation and management. اذا نبدا اول شيء نقول 50 كالسر شو معناته؟ الثاني 50 كالسر الفرد 1 انصر ان the lower is a vagus. يعني يا هاي المناطق اللي يصير عندنا حتى نقول هذا 50 كالسر. نعرف مثل ما قلنا هسه جاستريك يودينال هاي معروفه كلها تعرف قرحه معده لو قرحه 12 احنا جهات نسمعها قرحه معده لو قرحه 12 لكن لا اكو مناطق اخرى اللي هي لور اسفيجاس بالاضافه الى استومك يودينال اند ديوجينال وين مكان الانستموسيس يعني انت مسوي عمليه سيرجري وسوي مكان الانستموسيس بالديوجينال هذا السايت يعتبر ايضا سايت فور بيبتيك ألسر. بعد اكو مناطق اخرى اللي هي الإليام adjacent to Meckel's diverticulum. يعني اذا ممكن يصير عندنا بالإليام بالميكلز دايفرتيكولم لما تكون فيها اكتوبيك شنو هو جاستريك سيلز ممكن ميكلز دايفرتيكولم راح يصير فيها لا اقول لازم يعني نقول اشياء معينه حتى اذا هاي المناطق اللي ولو ريزيستنس لما تجينا دي يوجينا انستموسيس افتر سيرجري وال اليوم اجسد بالكاس نلاحظ انه اكثر اللي انه هو منه هو الجاستريك والفيرتيك انسريشن ممكن تكون اكيوت ممكن تكون كرونيك كانت قبل كثيره هسه صارت اقل ليش؟ بحكم التشخيص وتطور العلاج. فنلاحظ انه شلون نقدر نقول هذا المريض عنده السر مو السريشن الالسر معناته penetration of the شنو هو muscularis mucosa. اوكي بس انت اكيوت السر ذير از نو بس الاختلاف نو فايبروزز لا هيفي فايب ولا اثنيناتهم لازم يخترقن المسكولاريز ميكوزي حتى نقول انه هذا هو شنو هو السر مو السريشن يعني مو تقرح سطحي وانما تقرح او قرحه عميقه هذا الاختلاف. اذا نشوف انه يعني هذا الابيديميولوجيكال كان الفكره انه البريفالانس في الكانسر ليش بدا يقل؟ لانه بيكوز اوف ذا ايراديكيشن اوف ذا شنو هو يعني الاتش بايلوري لكن نشوف انه لا زال وموجود في شنو هو في ضوابط الباتريز يعني ليش؟ لانه اكو اتش بايلوري ايضا تمام؟ ايش قد الاتش بايلوري بالعالم؟ ايش قد؟ عافية 50% يعني كل البشر 50 منهم هم عندهم اتش بايلوري تمام؟ فلهذا شوف انه نلاحظ انه كرونيك جاستريك السر يوجوالي سنجل 90% سيتويتد ان ليسر كيرفيتشر اوكي؟ كرونيك يودينال السر يوجوالي اكرز ان ذا فيرست بارت اوف ذا يودينال Okay, and the first part of the duodenum just distant to the junction of bilateral and medial mucosa. 50% هذه كلها يعني مجرد ابيديميولوجي قلنا وقلنا والانسنس مالتها ما بيفرق يعني نقول في صعب او شيء ما يفهم نريد هسه الاشياء المهمه اللي هي الباثوفيزيولوجي. الباثوفيزيولوجي عندنا اسباب اولا الاتش بايلوري اكو اسباب اخرى اكو بس الاتش بايلوري اعتبرها يعني خلينا نقول من العناصر الرئيسيه المهمه. فيبتي كانسر از سترونجلي اسوسيتد ويز اتش بايلوري انفكشن. نشوف انه مثل ما قلنا البريفالنس مثلا في الديفلوب كونتري مثلا ماخذين انه يو كي 50% بالديفلوبينج كونتريز ممكن يوصل الى 90%. يعني احنا هسه في بلادنا مثلا خلينا نقول 90 يعني كل مثلا 90 طالب
مايورتي من قسم كمال الكبرى، and only a minority قسم قليل من دول اللي تقول مثلا 90% او 50% هو عنده اعراض. اذا صار عنده اعراض يجلس يحتاج علاج، اذا ما عنده اعراض يحتاج علاج ما يحتاج علاج. واضح شلون؟ زين. نلاحظ انه around 90% of duodenal ulcer and 70% are infected with H. pylori. يعني نشوف انه ارتباطه بالدودينال ألسر هو اكثر من القاسم الألسر، بينما سنحن راح نجي لباب الفيزيولوجي هي بكتيريا موجوده اكثر بال شنو الجاستريك ميكوزا مو بالدودينال ميكوزا. واضح شلون؟ معناته اذا الافكت مالته هو وليس لان هو نلاحظ انه الاتش بايلوري يعني فلاجيليت هذه تتحرك موتايل فوين راح تروح؟ راح تروح شنو عادة يعني تحفر برو اند ليف اللي هو بالمناطق العميقة من الميكوزا. واضح؟ فايش راح تكون؟ عادة مغطاة بال خلينا نقول الموكس لاير وتكون قريبة جدا من السيرفيس، لكن هل تخترقها؟ لا ما تخترقها، مجرد انها تكون قريبة على السطح محاطة بالموكس. فش تسوي؟ تسوي فد ميديا حولها، هاي الميديا حتى تحمل نفسها تكون قاعديه، لانه طبيعه المعده شو راح تكون؟ حافظيه، فحتى تحمل اذا راح تسوي فد بفرنج هذا حتى يسوي نيوترلايزيشن للاسيد اللي في السمك المفيد فيه حتى تحمل الجسم. ننتقل مثل ما قلنا من شخص الى اخر عن طريق الجاسترو ريفلكسيت او عن طريق الكومنتين. يعني يحتاج الى كلوز كونتاكت. شلون كلوز كونتاكت وهي نسبه اتش عاليه؟ هذا يعتمد على البيهيفير. يعني مثلا عندنا كثير من الاشياء البيهيفير، شايف انت مثلا شايف خاشوقه يجي اخوك الصغير او يطلع له مستعجل ما تشيل له خاشوقه تحطه، قال لا انت اه حبيبي امي مثلا هذا صار شنو؟ السكريشن مباشر. ماشي؟ فهاي يعتمد على ليش؟ مثل ما قلنا اذا رغم انه خلينا نقول الدودينا هي اكثر من الجاستريك انسريشن بس شوف انه ايش فارق سكول كولونايز جاستريك تايب اوف كيتيليوم اند اوليمان اون ذا دودينا اوكيشن باتش اوف جاستريك ميتافيزي الا خلايا اللي يصير ميتافيزي حتى تقول عليها. الاتش بايلوري يعني عمليه ليش الاتش بايلوري يسوي لنا مشكله؟
ستيرويدال انتي انفلاماتوري دايركشن راح يسوي لنا شنو هو انسريشن تقرب، بس هذا الانسريشن اذا اهمل ممكن انه يصير بنتريشن يوصل الى ال شنو هو ليفل اوف ذا ماسكولاريز. العامل الاخر هو شنو هو اللي عندنا ايضا تمام هو منه السموكينج. اذا السموكينج ممكن يأثر لنا انكريز ريسك اوف جاستريك كانسر وايضا الانسريشن. لاحظ ارتبط الجاستريك كانسر بدون دماغ جاستريك كانسر فموقع حديد الحين. اذا لاحظ انه الفيبتيك انسر is a chronic condition natural history of spontaneous aggregation. يعني شنو؟ يعني ممكن انه المريض يجي البرزنتيشن مختلفه. المريض تلقاه يجي chronic relapse remission صار زين رجع توجع صار زين رجع توجع. وهذا يعتمد شنو؟ على المغذى ما في الدواء اليوم مفنطس وما مفنطس مرتاح ها؟ كل هالتقلبات تغير عليه حتى الاجواء. شوف انه مثلا فصول معينه تزيد نسبته فصول لا اقل. لاحظ انه الاعراض السريريه متماثله متقاربه ولا انت بصعوبه تقول هذا جاستريك وليدينال صح انه مثلا من واحد عنده فاستين ها يعني بالجوع يقل الالم هذا يروح اكثر ويا اليودينال اذا ويا الاكل يروح اكثر ويا الجاستريك بس هاي مستندات. نبات مثلا اول ما ياكل السنتين ولما ورا شويه يبدا البين يقل ورا يصير فاست يزيد البين فاذا هي مستندات انه الاسوسيشن اكو تمام بينها. ومثل ما قلنا اكثر البرزنتيشن هي شنو هو؟ ها؟ اي عادي. ابدومينال بين اوكي وهذا البين مثل اله ريليشن وذ فود واكو بي راديشن وين الراديشن راح يكون اكثر شيء تو الباك اوكي. ممكن يصير عندنا بومتين ممكن بس هذا البومتين اذا استمر يفكر واحد بشنو كومبليكيشن انه قد المريض صار عنده بولر ديستينوزيس معناته صار عنده تحول من اكوت الى كرونيك معناته صار عنده فايبروسيس. اكو احيانا مرضى لا ما يجي عنده ريلابس وريميشن كورس لا يجي اونلي وذ ذا كومبليكيشن يعني تقريبا هذا توصل نسبه جيده وهذا نشوفه اكثر بالكبار اوكي. والمريض بالبدايه تاخذ وايد نورمال يعني ما عنده اي مشكله اي اعراض وانما يجي مجرد هم نو كومبليكيشن ويصير زين ويجي كومبليكيشن ماكو برزنتيشن غير كومبليكيشن. يعني شنو كومبليكيشن؟ يعني مثلا بيدين سكيتين احيانا only symptom is anorexia and nausea and a sense of annual lesion after meal. يعني شنو؟ يعني يجي كانه ديسبسيا ما عنده اعراض لا بين لا ملينا لا هيماتوميسل لا كل شيء. فاذا الاعراض مالته شنو؟ just شنو هو feature of dyspepsia يعني anorexia او nausea. ومثل ما قلنا قسم من المرضى يكون سايلنت نحاول نعطيكم على الاشياء المهمه. اذا الدايجنوستيك فاليو اوف انديفيدوال فور كبتيك انسر از 4 معناته ها؟ ذا هيستري از ذير فور ا بور بريدكتر اوف ذا بريزنس اوف ان انسر يعني انت من تجي تاخذ هيستري الاعراض السريريه متشابهه اذا انت بصعوبه ان تقول مثلا هذا المريض عنده حرقه هذا المريض عنده ورم يعني قرحه يعني قرحه سرطانيه تمام واضح شلون فلهذا اذا الاستري ما ينطيك يعني مثلا اذا دم كثير معناته هذا سرطان اذا دم لا ما له علاقه. فاذا لهذا الاهميه الدايجنوستيك فاليو اوف individual symptoms هالحاله تكون ضعيفه ولهذا انت راح نجعل انه مريض هذا مقرر شنو اللي نسوي له؟ يعني مثلا نسوي او جي دي اذا ترجعون بالثالث اي ترجعون بالثالث
هذا مريض عنده ديسلكسيا، عنده الارمين فيتشر لو ما عنده الارمين فيتشر، تمام؟ عنده الارمين اذا متى هو انت جاب مريض خلينا نقول عنده خلينا نقول فيتشر اوف ماتمسيس او ملينا عمره فوق ال 55، تمام؟ هذا اذا عمره فوق ال 55 انا بعد اسوي له اتش بايلوري وراح اسوي له ناموس، زين؟ اذا هو عنده عمره جوا ال 55 لكن عنده اي اعراض من هاي الاعراض في ماتمسيس ملينا ها سيفير ابدومينال بين نوزيا فوميتنج فريكوينت ويت لوس ماس نسوي له ايضا ناموس، فاهم شلون؟ ليش؟ لان هذا ما قلنا الارمنت فيتشر هو انه انت ما تقدر تحدد فقط المريض هذا عنده يجي اذا هذا شغله بسيطه او سريريا يعني. يعني عند مريض اعراض اللي سويت انا ابو المرضى بس انطيت ممكن
يعني واحد يقول إيه واحد يقول لا. أو ممكن نانستيرويدات، هل إذا استخدم يحتاج مرض مجبور نانستيرويدات. نوت إنديكيتد إيش وقت؟ مريض أسيمتوماتيك، عنده أجوال بس ما عنده شيء. نوت إنديكيتد أبداً. أو أنه مريض عنده ريفلكس، وحتى لو أجوال ما له علاقة الأجوال بالريفلكس. تمام؟ والمليغة مالون تمسويت يعني خاص ممكن الأبزيرش رايت أبداً.